إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فقد عني الإسلام بأمر المرأة، وجعل لها نصيبًا وافرًا من التشريع، حتى جعل الله تعالى في كتابه أنزل في كتابه سورة من طوال المفصل من طوال السور، سميت باسم النساء، وهنالك سورة أخرى أيضا من أسمائها النساء الصغرى، وهنالك سور، سورة مريم وسورة الطلاق وسور كالتحريم وغيرها، علاقتها وثيقة بالنساء. كلامنا ليس عن أهم ليس عن الكلام عن حقوق المرأة وعن فضلها ونحو ذلك، فهذا موضوع آخر، وإنما كلامنا أنه إنما عني الإسلام بهذه المرأة لأهمية دورها في المجتمع المسلم، فكلامنا عن هذا الدور. وهذا الدور قد تهمله المرأة، وقد يهمله الرجل من أب أو زوج أو أخ أو ابن أو ذي رحم، قد يهمله ولي الأمر، قد يهمله أي إنسان، فيحصل بذلك تفويت لدور عظيم للمرأة. ومن هنا، بالإضافة إلى أن الإسلام بيّن أن للمرأة حقوقاً، فالإنسان يكون له حقوق وأيضًا يكون عليه واجبات، وهذا الجانب الثاني هو الذي نريد أن نتكلم عليه. ليس أن نعدد واجباتها، ولكن نريد أن نعزز دورها. كيف تقوم المرأة بالدور الذي أراده الإسلام، وليس الدور الذي أراده الهوى وأراده الغرب والشر وأراده أعداء الإسلام؟ المرأة هي الأم والأخت والبنت والعمة والخالة والجدة والحفيدة والزوجة، فلها مكانتها الاجتماعية الواضحة في ديننا فقط، وهذا أمر يتحدى به المسلم أينما ذهب، يتحدى أن الإسلام أعطى للمرأة مكانة لا توجد في خارج بلاد المسلمين.
ولذلك لا نستغرب حينما يجعلون للأم عيدا في اليوم يوما في السنة، ولا نستغرب حينما يجعل للنساء بعض الحظوظ التي لم تجعل في الإسلام، لأنها لا تتلقى أصلا الحق الذي أوجبه الله. ومن هنا كان لها ذلك الدور الكبير، ومن أسباب ذلك العدد الهائل من النساء، فهن أكثر من الرجال، فناسب أن يكون لهن دور أعظم، يعني ليس نصف الدور بل دور أعظم من دور الرجال من حيث كثرة الأدوار التي تمارسها. وكذلك لأن الإنسان أصلا ينشأ في حضن أمه، وأهم السنين التي يتكون منها تفكيره وعقله ومنهجه أيضا يقضيه في حضانة أمه، وما ينتقل من حضن أمه حتى ينتقل إلى الزوجة يؤثر فيها وتؤثر فيه. إذن فلا يوجد دور لا يشترك فيه الرجل والمرأة إلا اللهم ما كان من خصائص الرجال. حتى عمل الرجل في بيته له تأثير، والمرأة في كثير من الأحيان إذا كانت سلبية جدا قد يقصر في عمله، يعود من هم وغم فلا يجد الصورة التي أمر بها الإسلام فلا تقوم بدورها. المطلوب أن تقوم المرأة بدورها. إذا قامت المرأة بالدور المنوط بها تنحل أعظم المشاكل. لا أتكلم عن المشاكل الزوجية، فهذه مهمة، وبناء الأسرة وتماسكها مهم، وربما بسبب المرأة تتفكك الأسرة ويتدمر البيت ويدمر مجتمع بأكمله، لكن كلامنا عن الأدوار المختلفة التي لا تنحصر في زاوية ضيقة كما يريد أن يغرر بنا أعداؤنا. لا، أدوار كثيرة، والآن كثير من النساء تركت هذه الأدوار. هنا إشكالنا. إذن فأولا نحتاج إلى إصلاح المرأة. أيها الأب وأيتها الأم، إصلاح المرأة يبتدئ من طفولتها ومن رضاعتها. يبتدئ، كم من الناس يأتي يشكو مثلا من عقوق الوالدين، أبناؤه يشكو يعقونه، يعقون أمهم، فإذا استفسرت وجدت أنه لم يتكلم أبدا معهم عن الدين. وهذه مسؤولية عظيمة على الأم قبل الأب. تعلمون الآباء أين يكونون حينما يكون الأطفال صغارا؟ والأب ربما يكون له دور في الأسبوع مرة. كثير من الآباء لا يرى أولاده إلا وهم نيام، يخرج من الصباح وهم نيام ويعود وهم نيام. أين دور المرأة؟ فإذا بحثت المرأة عن أدوار لا تليق بها، لا شك أنها ستترك الأدوار الواجبة عليها. فإصلاح المرأة أول ما ينبغي أن يكون إصلاحها، لتكون هي أسوة، لأن المرأة إذا لم تكن صالحة فلا يصلح أن تكون أسوة. حتى إذا أرادت أن تصلح في بيتها، حتى إذا أرادت أن تنطلق لتصلح خارج البيت، المرأة ليست في بيتها مصلحة فقط، المرأة أيضا لها علاقات اجتماعية برجال ونساء، لها ذو محارم، لها علاقات مختلفة بالنساء وبالرجال، لكن النساء، نطاق النساء أهم نطاق. نطاق الرجال يمكن للرجال أن يتحرك ويتصرف ويذهب ويأتي ويطلب العلم، لكن النساء إذا لم تجد هذه الأسوة من النساء ضاع، وضاع المجتمع كما ذكرنا. أم أننا نظن أن الفساد الذي يقع على أولئك النشأ الصغير فقط في عقوق الوالدين؟ كم من فساد يقع من الأطفال أو من الكبار سببه هم في الطفولة؟ قد يتعلم الكذب،
يتعلم السرقة، يتعلم فساد الأخلاق مما يراه من أمه، وربما مما يكون من ترك من أمه، هي أم سلبية فقد تحشوه بالطعام، أين الدور المنوط بالأم؟ وإذا خرجت المرأة وتركت هذا النشأ في البيت، أو أنها ذهبت به وانطلقت إلى أقرب روضة أو كذا وألقت بأبنائها في الحضانات، وما أدراك ما كثير من الحضانات، لا يوجد أبدا في كثير من الحضانات أي نوع من التربية، ألعاب وأناشيد وغير ذلك، وهذا مطلوب، يعني الألعاب مطلوبة، يلعب الطفل الصغير، يعني هناك أنشطة، لكن ليس هذا هو الذي يحتاج إليه الطفل في هذه المرحلة. الطفل إذا بقي في بيت أهله ما المشكلة؟ إذا أردت أن أبعثه للحضان من أجل الألعاب هو تخلص من الطفل. وطبعا إذا ذهبت وعملت لا شك أنها مضطرة أن تترك ولدها عند من لن يربيه مثلها، هي أولى بذلك لأنها أقدر، الأم أقدر، والأم أكثر حنية وعاطفة لابنها، تحرص عليه. أما غيرها ربما يهتمون بالنظافة، ربما يهتمون بكذا، لكنهم لن يهتموا بالتربية. إذن هذه مرحلة من المراحل كلها للمرأة، وكلها من الواجبات على المرأة، والمرأة حينئذ لا يجوز لها مهما كانت المرحلة متأخرة. كبر الأولاد، ناهزوا الحلم، صاروا يتصرفون تصرفات سيئة، لا يجوز أن تستسلم وتقول هذا هو واقع الناس، هذه هي البيئة، عليها أن تحرص هؤلاء الأولاد، لا تلقيهم إلى النار، عليها أن تحرص، كما أنها تتحرق حينما تراه مريضا، وتتحرق حينما تراه جائعا تقدم له ما يحتاج، فكذلك عليها أن تتحرق حينما تراه يقترب من الفساد من النار، أن تهتم به، أن تحيطه بعاطفة فقدها، أن تحيطه، أن تستعين بأبيه، وتستعين بكل من تستطيع من خلال معارفها. إذا لم يكن له أب بولي أمره من الرجال مختلفين، المهم أنها لا تضيع ولدها، أليس هو فلذة الكبد؟ أليس هو قطعة القلب؟ لماذا يفرط بهذه الوظيفة في مجتمعات المسلمين الآن، مع أن القرآن تكلم عن ذلك؟ أليست المرأة مطالبة بما طولب به الرجل؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا كانت المرأة، والإسلام ذكرها بالاسم، من المؤمنات مطالبة بالأمر بالمعروف، فكيف في بيتها؟ فكيف في ولدها وابنتها؟ والبنات، وما أدراك ما البنات، وأثرهن الإيجابي أو السلبي في المجتمع المسلم، وأنتم تعلمون أثرهن في المجتمعات الكافرة، وكم دمرت ممالك، حتى قيل إن بعض ممالك الأندلس سقطت بسبب النساء. وإن كنا نحن لا نثق بهذه التواريخ تلك الثقة، ولكن مع ذلك لا شك أن هذا له أثر عظيم. فالتهوين من أمر المرأة لا يعني أنك نقصت من حجمها إذا أردت أن تسبها، بل أنت قصرت وأنت دمرت المجتمع. إذا كان الإنسان لا يجد لزوجته أو ابنته مكانة عظيمة، فهذا لا يعني أنه قد سقط عنه الواجب في جعلها تقوم بالدور الواجب عليها. أنت تدمر المجتمع المسلم، فأنت منوط بك واجب عظيم قبل أن تنتقل من بيتك إلى بيت جارك، لتبين له الحق، لتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر عندك في بيتك،
وأول ما تبتدئ بالزوجة، والإنسان قبل أن يأتيه الولد يكون عنده زوجة، وقبل أن يأتي الولد يسر الله مدة تعيش فيها المرأة عند الرجل قبل أن تلد وتلد، وقبل أن يحتاج الأطفال إلى رعاية خاصة تربوية يكون هناك مسافة كافية في أن يهيئ الرجل زوجته، أن يهيئها للتربية الصالحة، وأيضا أن يهيئها للأشياء التي تعرفها منه، حتى لا يكون بعد ذلك هذا الناشئ عرضة ليرى بعينيه فساد العلاقة بين الأب والأم، فتنشأ العلاقة وتكتمل وتصقل ثم يأتي النشء، هذا بتقدير الله. أما الذي يتزوج يستمتع بالحياة ويسافر وشهر عسل وما أدري، حتى إذا جاء الأولاد لا يعرف ماذا يفعل ولا تعرف المرأة ماذا تفعل. نعم يا إخواني، العبد في هذه الحياة عليه واجبات ومطالب، لا يعيش في هذه الحياة فقط يتنعم. النعم من الله، وكما أنه ينعم عليك عليك أن تعمل بهذه النعم، كما أنه أعطاك الولد ربما غيرك ما أعطي هذا الولد، فعليك أن تشكر نعمة الولد بأي شيء تشكره. إذا قلت بالتربية تحتاج إلى تربية المرأة أولا، أن تبذل إليها ما تحتاج من العلم. إذا كنت أنت جاهلا فإنك تأتيها بما تتعلم، والآن من فضل الله الوسائل التي تستطيع المرأة أن تتوصل إلى العلم بها كثيرة ووفيرة، من الشريط إلى الملفات الإلكترونية التي تستطيع من خلالها أن تتعلم، ملفات الصوتية على الحاسبات الإلكترونية، تستطيع أن تصل إلى أي محاضرة وإلى أي خطبة وإلى أي درس، دورات علمية تستطيع في بيتها من غير أن تغادر حتى السرير، ما عليك أدنى تعب ولا أي شيء ولا كلفة حتى، ومع ذلك مقصر، ومع ذلك يأتيك الرجل يقول والله أبنائي لو أنك تتكلم معهم عن بر الوالدين، وأنت ماذا فعلت طيلة تلك الفترة؟ والأم ماذا فعلت من بعد الولادة إلى الآن؟ ما عرفوا شيء عن بر الوالدين؟ حينما تعلقت قلوب الناس بما يسمى حق المرأة وتفضيل المرأة والتسوية بين الرجال والنساء، هذا موضوع آخر، هناك شيء اسمه الواجب على النساء أيضا، ما أخذت هذه المكانة وهي أن الأم وأنها لها فضل وأنها لها مكانة إلا لأن لها دورا، لأن التكليف مع التشريف، لا يأتي تشريف من غير تكليف. الملائكة أخذوا شرف مكانتهم لأن التكليف عليهم كبير، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فتعليمها بدينها، تعليمها كيف تتصرف، حتى تعليمها الحكمة، المرأة ليس أن نحن نعلمها، هي كذلك مطلوب منها أن تبني نفسها. من تسمع ذلك ينبغي عليه أن تعرف، ومن لا تسمع ينبغي عليك أن توصل إليها أن تبني بناء علميا. مرأة عائشة رضي الله عنها معلمة الأجيال، كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى علم عائشة، ولذلك الضلال يتكلمون عليها. مرأة وهي أحد سبعة أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها وأبو هريرة، سبعة، هي أحد أولئك السبعة، نقلت علم الإسلام إلى أمة الإسلام، وكان الصحابة إذا اختصموا في أمر رجعوا إلى علم عائشة. بنيت بناء صحيحا، من شغل النبي صلى الله عليه وسلم بها عن الأمة؟ ولم تشغله دعوته للأمة عن أهل بيته، لم يشغله تحصيل القرش عن أهل بيته، وهذا هو الواجب. المرأة تتعلم أيضا الحكمة حتى إذا علمت أبنائها تستطيع الوصول، إذا وجدت بعض العوائق تسأل
وتتعلم الحكمة من خلال ترجع إلى الكتب، ترجع إلى الخبرة الطويلة أيضا لها دور، خبرة الآخرين تسأل. فهذا واجب منوط أن تتكلم إلى الصغير بأسلوب يناسبه والكبير بأسلوب يناسبه. هذه الحكمة مطلوبة في كل إنسان يدعو إلى الله. أحيانا نحتاج إلى نوع من الشدة، أحيانا نحتاج إلى نوع من اللين. النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يجد يرى المنكر يلين بالقول. هؤلاء المتشددون لا يفهمون هذا، يلين. أليس الرجل جاء إلى المسجد وصلى مع الناس وهو يصلي، واحد عطس قال الحمد لله فقال يرحمك الله ويصلي، منكر، كيف تتكلم في الصلاة؟ فضرب الناس على أفخاذهم ورموني بأبصارهم، يقول معاوية بن حكم السلمي كان في البادية. فقلت واثكل أمي ما لكم تنظرون إليها، كذا ويصلي مع الناس. فعلم أن الأمر صعب وسكت. كل هذه الجلبة في المسجد بعد ذلك قال من صلى الله عليه وسلم المتكلم؟ فقال أنا يا رسول الله، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا سبني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يجوز فيها كلام البشر، وإنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن، وكما قال صلى الله عليه وسلم قال فما رأيت معلما كرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم المعلم. رجل دخل إلى المسجد وأخذ ناحية الصحابة جالسين والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم، فتنحى يعني أخذ ناحية المسجد وأخذ يبول في المسجد، ما شدد عليه، فقاموا إليه فقال دعوه لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولته. فلما انتهى الأعرابي أمرهم أن يريقوا على البول ذنوبا منا. هذه الحكمة، لأن هذا الأعرابي لو أنهم قاموا إليه لكانت المنكرات أكثر، يعني بدل أن ينحصر البول في مكان معين واحد ينتشر، كذلك ينتشر على ثوب الأعرابي، تنكشف عورة الأعرابي منكرات. فإذا كان إنكار المنكر يؤدي إلى منكر أعظم، ماذا نفعل؟ نلين. ربما نترك، ترك النبي صلى الله عليه وسلم إنكار عليه أنه يبول في البداية، فلما انتهى وكذا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذه المساجد إنما بنيت لما بنيت له، علمه. لذلك لما صلى عليه، لما صلى الرجل قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال لقد ضيقت واسعا. الرحمة تستسع للجميع لا تخاف، لكن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم سببه الحكمة. أحيانا عندما تثق بالشخص أنه صل تنكر عليه إنكار شديد. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع صاحب خاتم الذهب أشد، رأى رجلا في يده خاتما من ذهب فنزعه وطرحه وقال يجعل أحدكم في يده حلقة من نار. فلما انطلق النبي أخذ الخاتم من يد الرجل وطرحه وقال يجعل أحدكم في يده حلقة من نار، فقالوا للرجل بعدما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم خذه وانتفع به، قال لا والله لا أخذ خاتما طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء بحسبه. فإذا تعلمت المرأة الحكمة أدى ذلك إلى المطلوب. وأحيانا نعم قد يرى الإنسان على ولده يعني بعض الأخطاء، فإذا عالج هذا الخطأ وقع في خطأ أعظم، لابد من رعاية هذه القضية. وينبغي أيضا أن يكون عند المرأة حسن منطق وأسلوب جيد في الكلام، تستطيع به أن توصل ما في قلبها إلى الآخر، لأن الذي في القلب إذا خرج من القلب وصل إلى القلب، للأسلوب الذي فيه العنف والأسلوب الذي فيه الخشونة في الكلام قد لا يصل. حتى لو كان الذي أمامك خشنا، المطلوب أن توصل له الذي تريده، ليس المطلوب رفع الصوت واخفاض الصوت. يرتفع الصوت وتشتد اللهجة ويحصل التوتر عند الضعف،
إذا كان الذي أمامك حجة أقوى منك يرتفع صوتك، إذا شعرت أنك ضعيف ترفع الصوت. مواطن رفع الصوت على الآخر سببه الضعف. نعم، حتى لو كنت قويا لا تحتاج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الذي يصرع الرجال، لا، الذي يملك نفسه. إذا كان عندك خياران، خيار أني أضرب وخيار لا أضرب، خيار أسب عليه وخيار ما أسب عليه، أنا إذا عندي خياران أختار ما أريد. أما الذي ليس عنده خيار ضربه يضرب، ما عنده خيار سبوه يسب، ما عنده، ما يستطيع، ضعيف. ليست هذه القوة، القدرة التي خلق الله عز وجل عليها الإنسان يحتاج إلى تنميتها أحيانا. النساء أكثر من يحتاج إلى ذلك. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت على النار فرأيت أكثر من أهلها من النساء بكفرهن. قيل: يكفرن بالله، قال: يكفرن العشير ويكثرن اللعن. ويكثرن اللعن، يكفرن العشير، هذه واحدة، ويكثرن اللعن، يعني كثرة اللعن أسباب دخول النار. كيف ستمتنع؟ كل ما واحد أخطأ معها من الأولاد تلعنه، تدعو عليه دائما، هذا من أسباب دخول النار. تحتاج إلى الحكمة، حسن المنطق، تحتاج أيضا تحرك. إخواني، الآن كثير من النساء لا يمكن للرجال أن يصلوا إلى قلبها، أبوها، أخوها، كذا. فبعض النساء تتحرك، سبحان الله، تجد عندك بنت يعني مقصرة في الصلاة كذا، فتختلط في أخرى عندها نوع من الصلاة، مع الوقت وإذا بهذه البنت غيرت. ننظر إلى الدور العظيم الذي أنيط بهذه المرأة، كيف نعطل هذا الدور من أجل أن نتكلم عن الأمور الأخرى؟ أقول ما سمعت واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الإخوة عباد الله، إذن فأدوار المرأة لا نستطيع أن نحصرها في هذا المقام، من تربيتها لأبنائها إلى الحفاظ على الأسرة، إلى الحفاظ على أسرة زوجها مع أسرة أهله، إلى تقوية أواصر العلاقة بين الأولاد وبين أهلهم. آمنة بنت وهب كانت كافرة، متى توفيت ولم توفيت؟ انطلقت بنبينا عليه الصلاة والسلام ليصل أخواله في المدينة بني النجار، وفي العودة ماتت في الطريق في قديد. لكن كانت أخلاق العرب أن المرأة تصل الرجل أخوال جده، بنو النجار ليسوا من أهلهم، ولكنهم أخوال جده عبد المطلب. هذه الأواصر كان لها سبب أو كان لها أثر، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بنو النجار استقبلوه لأنهم أهله. وهذه أخلاق المرأة، لها أدوار غير أدوار المرأة أحيانا في التدريس، في كذا، في مواطن مناسبة للتعليم. عائشة رضي الله عنها كانت معلمة، بل من أعظم المعلمين في العالم. كثير من رجالنا الآن ليس عندهم علم عائشة، بل جميع رجالنا الآن ليس عندهم علم عائشة، لا يستهان. فإذا قلنا نحن المرأة، لا يعني أن المرأة هناك دور ما نطبها. ولما علم الغرب والشرق أهمية دور المرأة في المجتمع المسلم، في القدرة على تماسكه والقدرة على تفكيكه وانهياره، ضربوا المجتمع المسلم عدة ضربات متلاحقة. وأول هذه الضربات، طبعا كما قيل، علموا أن فتح الباب من الداخل أقوى وأسهل من فتحه من الخارج. علموا أن مصدر الحماية الداخلية المرأة في المجتمع المسلم، أخذوا يغررون بها وأخذوا يقلبون الحقائق، فصار الحجاب
خيمة، وصار القرار في البيت الاستقرار حبسا، وأن لا تخرج المرأة لتعمل في الأعمال التي تخص الرجال، هذه نوع من التضييق وكذا. ولذلك كثير من النساء لا يتحركن. أولا غالب المجتمع، غالب نساء المجتمع المسلم لا يطالبن بذلك. ثانيا غالب نساء المجتمع المسلم يأخذن من الحقوق ما تتمناه نساء الغرب، لأنه نساء الغرب أحظى من نساء الشرق قليلا. غالب ما تتمناه نساء الغرب موجود عند نساء المسلمين فقط، هي كالملكة بالنسبة إليهن. ولذلك التغرير يقع بتقلب الألفاظ والحقائق وكذا. ولذلك لما علموا هذا قالوا كأس وغانية يفعلان في أمة محمد أكثر من 1000 مدفع. عرفوا الحقيقة. كثير من نسائنا، أعني بقية النساء التي لا يشعرن بهذه الحظوة الخاصة بأمة محمد، المرأة عندنا عندما تكون أما تترك تلقى، إذا ذهبت المستشفى يركض الأبناء كلهم وتباكون حولها حتى تشعر بأن أنها تحزن على أبنائها ما ليس على نفسها. الزوج عندما تكون زوجته مريضة في المسلمين، عندما تكبر ابنتك يا عبد الله اسأل الغرب ماذا يحصل للبنات عندما تكبر. أنت عندما تكبر يبقى الهم عندك على ابنتك حتى تموت، لكن هذا غير موجود عند الغرب. فالمرأة المسلمة التي هي الشرذمة هذه القليلة جدا التي يزعمن أن الإسلام ظلمهن حقهم، الشرذمة هذه القليلة، الحقيقة أن ما تفعله نوع من التحدي ليس لحاجتها، هي لا تحتاج إلى ما تفعله، لا تطلب احتياجات خاصة بالنساء. والحظوا معي إلى هذا الصنف من الشراذم القليل جدا. أتسأل وتطلب أشياء تحتاج إليها المرأة بنفسها، أم أنها فقط من باب التحدي أنها تريد أن تثبت؟ فعقدة النقص موجودة فقط عند قلة، وهذا النوع من النساء يقول لازم كل النساء يصير عندها عقدة النقص هذه حتى نستطيع أن الكل يكون. دائما الإنسان الناقص لا يحب أن يبقى ناقصا وحده. طيب كن مع الكاملين، لا يستطيع، إذن يجر الكاملين إليه. والله تعالى يقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الشيطان ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، يريد الله أن يخفف عنكم، لأن الله عز وجل أعلم بإمكانيات الإنسان، إنسان ضعيف، فإذا عمل بما أمر الله تقوى. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. تعالوا معنا، هو قد يكون محبا لك لكنه لا يريد أن تكون أفضل منه. والمرأة إذا تلقت الضربات بدون حماية منك أنت أيها الرجل ربما لا تستطيع التحمل، لكن كثير من النساء تكون ذكية ولا يغرر بها. ولذلك تقف المرأة المسلمة تقف في وجه هذا الموج الهائل من الحرب على الإسلام ولا تتوانى. عمر رضي الله عنه يقول ما إنا كنا لا نعد المرأة شيئا حتى أنزل الله فيها ما أنزل. ما كانت المرأة شيء، جاء الإسلام وجعل لها هذا، وما زال حتى فسقت المسلمين يعاملون أمهاتهم وزوجاتهم وكذا أفضل ما يعامل الغرب النساء، يتخذها لعبة حتى إذا قدمت عنده ألقاها. هذا واقع الأمر، حتى الأم تلقى. بعض النساء أسلمت من الكبيرات في السن لما رأت أنه في الإسلام شيء اسمه بر الوالدين. الله أكبر. فعلى النساء المسلمات أن يتعرفن إلى ما ميزهن به الإسلام، لكن طبيعة الإنسان ينظر إلى ما عند غيره من الخير ولا يرى
ما هو فيه من الخير كالمريض الذي قيل فيه الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. اللهم ردنا الذين ذكرت جميلة، اللهم فقهنا في كتابك وعلمنا محكم آياتك واجعلنا من المستنين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة المشركين أعداءك أعداء الدين، ووفق اللهم ولاة أمر المسلمين للحكم بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.